مصر بتعاني من أزمة طاحنة في العملة الأجنبية، أزمة خلت في ضغط كبير جداً على الجنيه المصري، وخلت سعر العملة المصرية يتراجع منذ مارس 2022 ولحد دلوقتي، ومتوقع كمان تخفيض جديد في قيمة الجنيه بعد الانتخابات الرئاسية. وعشان كده الحكومة بتسابق الزمن وبتحاول تشوف مصادر للنقد الأجنبي وتساعد في توفير الدولار والقضاء على السوق السوداء، وفعلا نجحت في كده السنة اللي فاتت خلال تصدير كميات كبيرة من الغاز الطبيعي. لكن للأسف التصدير ده تراجع في 2023 لأسباب كتير يطول شرحها، لكن الخبر الكويس ان مصر خلاص هترجع تستأنف تصدير غازها للخارج، وفي توقعات ان مصر بتحقق خلال 2024 صادرات بحوالي 10 مليار دولار. فيا ترى ده هيحصل ازاي؟ وايه خطة وزارة البترول لتحقيق الرقم المستهدف؟ والكميات دي كلها هنصدرها لأي دول؟ بانكير، نبض البنوك. وزارة البترول والثروة المعدنية بتجهز حاليا شحنتين غاز طبيعي مسال لتصديرهم لأوروبا خلال الأسبوع اللي جاي في انفراجة جديدة لأزمة توقف صادرات الغاز. ووفقا للمعلومات المتاحة فالشحنتين اللي هيتم تصديرهم هيغادروا محطات الإسالة في إدكو ودمياط منتصف ديسمبر الجاري، ضمن 5 شحنات بتخطط وزارة البترول لتصديرها قبل نهاية 2023. وتتراوح الكميات في الشحنتين ما بين 240 و 250 مليون متر مكعب غاز مسال تم توفيرها عبر الإنتاج المحلي وجزء من الواردات القادمة من الخارج. وبتتوقع الحكومة تصدير شحنات من الغاز الطبيعي المسال بكميات بتصل لمليون طن قبل نهاية العام الجاري، والكمية دي متوقعة تتضاعف 10 مرات في السنة الجديدة. وخلال العام الماضي بلغت إيرادات مصر من صادرات الغاز الطبيعي المسال نحو 8.4 مليار دولار مقابل 3.5 مليار دولار في 2021 بزيادة بلغت 140%. ومن المتوقع وصول صادرات الغاز إلى 10 مليار دولار وممكن يزيد شوية كمان في 2024. وكشفت الإحصاءات الرسمية تراجع شحنات الغاز المسال المصدرة من مصر خلال العام المالي 2023-2024 ل3 شحنات بس حتى الآن، مقارنة ب 39 شحنة تم تصديرها عبر مصنع إسالة إدكو و 41 شحنة مصدرة عبر مصنع إسالة دمياط خلال العام المالي الماضي 2022-2023. وسبب التراجع كان بسبب نقص إنتاج مصر من الغاز لما يتراوح ما بين 5.9 و 6.1 مليار قدم مكعب يوميا، وده مع ارتفاع الاستهلاك المحلي لنحو 7 مليار قدم مكعب يوميا في الصيف، وكمان التراجع في حجم واردات الغاز من الخارج في بعض الأوقات من العام زي ما حصل في بداية الحرب في غزة بين إسرائيل وحماس. يمكن لمحطات الغاز الطبيعي المسال المصرية على ساحل البحر المتوسط تصدير 12 مليون طن متري سنويا، وده رقم بتهدف الحكومة الوصول ليه في 2025 مع توفير مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي المسال يوميا للتصدير بداية من يناير 2024. وأدى النمو السريع في انتاج الغاز الطبيعي في مصر لتحويلها من مستورد للغاز لمصدر ليه في أواخر 2018 بعد اكتشاف أكبر حقل في البحر المتوسط، واستمرت جهود الاستكشافات الجديدة والمتوقع يحصل فيه طفرة كبيرة الشهور اللي جاية. ووصل صادرات مصر من الغاز الطبيعي لمستوى قياسي بلغ 8 مليون طن في 2022، والمتوقع أن تصل الصادرات هذا العام ل 7.5 مليون طن معظمها سيذهب لأوروبا وتركيا، فيما سيصدر الجزء الطبيعي المتوقي لأسيا. كان معاكم مصطفى إبراهيم من بنكير. بنكير، نبض البنوك.